طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محل الأجهزة الإلكترونية، يعني محل صغير. المشروع هذا صغير، شايفينه؟ يعني على قد الحال، يعني واحد لو يبدأ فيها، يعني في البداية مشروع صغير. طبعا عندكم الأجهزة التلفزيونية، برضو عندكم الغسالات الصغيرة، مكان خياطة ومكان عصير، مكواة برضو. يعني مشروع صغير. المراوح عندكم برضو. هذا المشروع تقريبا بيقول لي مكلف عليه زي 7 لك. هذه طبعا في نظام اقساط وفي نظام كاش. طبعا يقول لك اذا تخليها نظام الاقساط بتكلف زي 20 لك، واذا نظام الكاش تبيع مثلا الاغراض هذه الاشياء تبيع بالكاش تكلف 7 لك. يقول لك كلفته في المشروع هذا. طبعا هو عنده يبيع جهتين، جهة كاش وجهة اقساط. الشاشة هذه 32، شركة اسمها نوبل. كتنين بطارية؟ طبعا هذه كاش يقول لي 21 ألف. النظام القسط بيقول لي قسط كتنين كتير اقساط يقول لك 31، يقول لي دفعة، يقول لي 6000 الدفع على الشاشة هذه، والقسط حقها 2000 روبية كل شهر.